السلام عليكم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله راح نحضروا كيكه بذوق القهوه، تجي بزاف بنينه. راح نحضروا لاجينواز وكريمه الزبده، كريمه الزبده الاصليه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، واذا عجبتكم ما تنساوش جيم الفيديو والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ونشوفوا على بركة الله طريقة التحضير. نبدأ بسم الله تحضير البسكوي. عندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، 120 غرام فارينة، 100 غرام سكر، مغرفة صغيرة تاع لافاني، وراح نسحق نص مغرفة تاع خميرة الحلوى. نبدأ نخلط هنا في البيض، نطلعه مليح حتى اللي يبيض، ماشي نخلطه غير شوية برك ونخليوه، لا لا، لازم حتى كي يطلع مليح ويبيض. نضيف هنا 100 غرام سكر، نبقى نخلط كيما هكذا حتى اللي يصبح الخليط كيما راكم تشوفوا تكاثف واللون تاعو الابيض كيما هكذا. هنايا اللي يكون عنده البيض تاعو يكون بارد شويه يدير كسرونه ويدير ديرها تسخن مليح، ومن بعد يدير الريسيبيون من الفوق ويبقى يخلط، يعني شغل نديروه في حمام مائي. هنايا ضفت مغرفه صغيره تاع لافاني كيما راكم تشوفوا، يعني الخليط تاعي حتى اللي يثقل. هنا نحبس بالباتور ونبقى نضيف الفارينة، هنا لازم نغربلوها، ونضيف هنايا نص مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى. هنا بالنسبة لي خاف يعني البسكوي تاعو ما يطلعلوش مليح ولا يدير مغرفة كاملة. هنا راح نقسم الفارينة على زوج، ندير النص ومن بعد النص، ونبقى نخلط بهذه الطريقة في اتجاه واحد من الفوق للتحت غير بالعقل هكذا باش ما يطيح لناش الخليط تاعنا، ما يطيحش بهذه الطريقه. فوالا، راح نزيد النص الثاني. هنا الفرينه لازم نغربلوها ونكمل نخلطو كيما راكم تشوفوا. وهنا الفرن تاعي لازم نكون مشعلته من قبل بربع ساعة على 170 درجة، ونجيب سنيوة كما راكم تشوفوا فيها البابي كويسون، وندير لها شوية تاع العجين من تحت هكذا باش ما يطيرناش في الفوق، ونفرغ الخليط تاعي لداخل ونمشيه مليح في البلا، وندخلو للفرن على 170 درجة مدة 10 دقائق، يعني حتى كي يدير لون ذهبي نخرجوه. بالنسبه لكريمه الزبده، عندي 250 غرام مارغرين تكون بارده، عندي 200 غرام سكر وربع كاس ماء، وعندي هنا منكه الموكا او القهوه وزوج حبات بيض، هنا نكونوا خرجناهم من قبل. هنا في كسرونه راح ندير السكر وراح نشمخو بربع كاس تاع الماء، هنايا جوست يتشمخ لنا برك كيما راكم تشوفوا، وراح نحطو فوق النار يغلي على نار قليله كيما راكم تشوفوا، وراح نخليه حتى يوصل 117 درجه. هنا من جهه اخرى في اناء راح نكسر البيض تاعي ونطلعهم مليح بالباتور. انا البيض تاعي هنا راه شويه بارد، من الافضل يكون يعني درجه حراره الغرفه يطلع لنا مليح حتى اللي يبيض. ومن جهه واحده اخرى كما راكم تشوفوا هنا يبدا يغلي السكر تاعي. هنا جبت الماء والبانسو ونبدا نمسح في الاطراف كما راكم تشوفوا، هنا نمسح هذاك السكر اللي طلع باش ما يتكرملش، وراح نخليه حتى اللي الفقاعات هذوك يكبروا كما راكم تشوفوا. هنا راه صايي، راح نجيب البول فيه الماء نديرها بالطريقه هذه ونلفت شويه ونحطه لداخل، وكي نشوفو تشكل كره نشكلو بيدي هكا يتشكل كره. هنا يعني راه صايي، راه بجد كيما راكم تشوفو تشكل عندي كره. هنا راح نطفيه،
هنا يعني راه وصل 117 درجه بالنسبه اللي ما عندوش الترمومتر. ونجيب السيرو تاعي مباشره وراح نفرغ فوق البيض، وميم طون راني نخلط كما راكم تشوفوا، يعني راه يهبط على شكل خيط، كي الخيط هكا يهبط لنا كي الغيبون، ونبقاو نخلطوه حتى اللي يطلع مليح. كما قلت لكم هنا من الافضل البيض يكون سخون شويه، يعني يكون دافي هكذا باش يطلع لنا مليح حتى الخليط تاعنا يولي ابيض ويتكاثف. هنا في هذه المرحله راه سخون شويه، هنايا مازال سخون، راح نزيد نضرب شويه حتى اللي يولي دافي هكذا باش المارغرين ما تذوبش، حتى اللي يبرد لي شويه كما راكم تشوفوا. هنا راح ندير لافاني، هنا نقدروا نستغناو على لافاني باسكو راح نكها بالذوق الموكا. نكمل نخلط، وكي نشوف الخليط تاعي صاي ولا دافي راح نضيف هنايا المارغارين، راح نضيفها بالتدريج، نضيفها يعني راح نقسمها على 3 مراحل ونبقى نخلط. بهذه الطريقه راح نزيد النص، فوالا حتى نكملها كامل. يعني هنا درت لها 250 غرام. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا انا راني كملت هنا كامل. راح ندير لها ذوق القهوه، وهنايا الذوق يبقى اختياري، الذوق واللون نقدروا نديروها فخاز ولا اي لون تحبوا والذوق ثاني. كيما هكذا راح نكمل نخلط حتى اللي نكملها كامل. هنايا بالنسبه للون البنات انا راح نزيد لها هنايا ملعقه تاع الكاكاو بني باش تعطيني برك اللون. راح نضيف لها بالعقل حتى اللي نتحصل على اللون المرغوب. نقدروا نديروا ثاني شوكولاته الطلاء كما راكم تشوفوا، انا هذا هو اللون اللي كنت حباته. فوالا انا كملت هنايا، الكريمه راهي واجده كما راكم تشوفوا. يعني وهنايا كما راكم تشوفوا بعد ما طاب لي البسكوي كما راكم تشوفوا دا هذا اللون هذا. راح نحي هنايا البابي كويسون كما راكم تشوفوا يتنحى بكل سهوله، وراح نقسمها لثلاث اجزاء، يعني هنا راح ندير ثلاث طبقات نحاول نقسمهم يكونوا متساويين. فوالا وراح نجيب بابي كويسون ولا الصينيه اللي نخدموا فيها. كما راكم تشوفوا هنايا عندي السيرو راح ننكهو بذوق القهوه. هنايا السيرو درت كاس سكر زوج كيسان ماء، كي بدا يغلي حسبت له 10 دقائق وطفيته. راح نشرب البسكوي كما شفتوا وندير طبقه تاع الكريمه. هنا ملاحظه برك، لازم الكريمه والبسكوي وحتى السيرو لازم كامل يكونوا باردين. وراح نزيد طبقه تاع البسكوي، نزيد نشربها، نزيد لها طبقه تاع الكريمه كما راكم تشوفوا، ونسقمها كامل، نسي نديرها كامل كيف كيف باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. وهنا راح نزيد الطبقه الاخيره كما راكم تشوفوا، نزيد نشربها ثاني. وراح هنا نغلفها كامل بالكريمه، يعني راح ندير لها حتى في الطرف بهذه الطريقه. نسي كيفاش نسقمها كامل،
فوالا كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للتزيين انا عندي هنايا كاوكاو ايفيلي حمصته كيما راكم تشوفوا، وراح ندير لها كامل في الطرف ومن الفوق. هنايا التزيين يبقى اختياري، نقدروا نديروا من الفوق الشوكولا ونديروا لها غير مع الطرف الكاوكاو، ولا نديروا دي غوزاس عفوا بلا بوش من الفوق. انا راح نخليها غير هكذا، يعني هنا نحاولوا كيفاش نقصوا شويه من الكريمه ونبدلوا شويه، نسقمها شويه كيما راكم تشوفوا، وراح نقطعها. هنا يبقى اختياري كيفاش نقطعوها، ونقدمها لكم في طبق التقديم ان شاء الله. وهذا الشكل النهائي تاع الكاطو كيما راكم تشوفوا. بعد ما قطعته هنا دي ترونش عادي، واش نقول لكم بنات، جا ما شاء الله بنه القهوه فيه، جات بزاف بنينه. وهنايا كيما قلت لكم التزيين يبقى اختياري، المهم كي تكون كريمه الزبده ناجحه نقدروا نخدموا بها واش نحبوا. وهنايا الكاوكاو ايفيلي عطاها بنا بزاف بنينه، سورتو كي نحمصوه مليح كيما راكم تشوفوا، ويعطيها قرمشه ثاني كيما هكذا. البنات نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتنجحوا فيها اكيد. ما بقى لي غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم للفيديو والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والى وصفه اخرى باذن الله. سلام.